بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اليونت ستيب فانكشن؟ ايه اليونت ستيب فانكشن دي؟ وايه الهرت اللي احنا بنعمله دون؟ والكلام ده عباره عن ايه بالظبط؟ وايه 2 في يو تي ناقص يو تي ناقص 3 ويو تي ناقص 6 ويو تي؟ الكلام ده كله عباره عن ايه؟ هحاول قدر الامكان في الفيديو دون اوضح الموضوع دون على حسب ما فهمته يعني، او على قد ما فهمته. ما فهمتوش قوي يعني، بس ما علينا. ماشي، نبتدي. بس ايه هي اليونت ستيب فانكشن؟ ايه يو اوف تي ده؟ ايه يو اوف تي دي؟ عبارة عن ايه؟ بتعبر عن ايه بالظبط؟ يو اوف تي دي عبارة عن يو اوف تي دالة بسيطة جدا بتساوي صفر لما التي اصغر من الصفر، وبتساوي واحد لما التي اكبر من الصفر، اللي هي بكل بساطة الدالة دي، صفر لما تي أصغر من صفر أكبر من أو بيساوي صفر لما تي أقل من صفر مفتوحة هنا، وواحد لما تي أكبر من الصفر. ده بكل بساطة دي اليونت ستيب فانكشن. تمام، اوكي. امال ايه دي؟ اسمها قلنا اليو تي، اليو اوف تي. امال ايه يو تي ناقص واحد ويو تي ناقص خمسة؟ الحاجات اللي احنا نشوفها دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن شيفت، ترحيل للدالة شوية. كلنا فاكرين لما كنا بناخد الدالة واي بيساوي مثلا اكس تربيع، وبتبقى الدالة عبارة عن كده. كنا بنقول لو انا عاوز اخلي الدالة دي امشيها مثلا وحدتين ناحية اليمين، اخليها عاملة كده، هنا اتنين، كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل شيفت او نقل محاور او كده. يعني باختصار كنت بطرح من الاكس، او كل اكس بخليها اكس ناقص 2، يعني الواي هنا بتساوي اكس ناقص 2 كل تربيع. دي نفس الحكايه، دي اليونت ستيب، دي اليونت ستيب العاديه يو اوف تي. يو اوف تي ناقص واحد اللي هي دي، بدل ما كانت عامله كده هتبقى عامله كده عند الواحد، قبل الواحد بصفر وبعد الواحد قيمتها بواحد. يو اوف تي ناقص خمسة مجرد بعمل شيفت للدالة بس، قبل الخمسة بصفر وبعد الخمسة بواحد. ده اليو اوف تي اللي هي الدالة دي، دالة بسيطة، قبل الصفر بصفر او قبل رقم معين اللي هو اللي هنا دون بقى، ده او ده او ده، قبل رقم معين بتبقى بصفر، وبعد الرقم دون بتقوم رايحة نط على طول للواحد وتبتدي تكمل للاخر. ده اليونت ستيب فانكشن معناها، او ده ايه اليونت ستيب فانكشن. ايه بقى استخدام اليونت ستيب فانكشن دي؟ بنستخدمها في ايه؟ بنعمل بيها بايه؟ بنعمل بيها ايه؟ ايه اللي جايبها لابلاس؟ الكلام ده كله باختصار او عشان اوضح الموضوع اكتر، اليونت ستيب فانكشن دي انا عامله زي مفتاح في دايره كهربيه. يعني لو عندك مثلا كده مصدر فرجود ودايره ومفتاح ومقاومه وبتقفل الدايرة بتاعتك. لو مثلا البطارية دي 1.5 فولت، طول ما المفتاح بتاعك مفتوح الدايرة ما بيمشيش فيها 1.5 فولت، مفيش فرق جهد فيها 1.5 فولت. طول ما المفتاح بتاعك مفتوح مفيش كهرباء ماشية في الدايرة أساسا. أول ما تقفل المفتاح تلاقي فرق الجهد في الدايرة، لو حطيت فولت ميتر هنا مثلا يقرأ لك 1.5، أو هنا، ما علينا، مش بتاع سيركت سنة. لو المصدر فرق الجهد بتاعك مثلا 9 فولت، طول ما المفتاح بتاعك مفتوح مفيش كهرباء ماشيه في الدايره، اول ما تقفل المفتاح يديك ال 9 فولت. لو مصدر فرق جهد عفريت فولت، طول ما المفتاح بتاعك مفتوح مفيش فرق جهد، اول ما تقفل المفتاح يديك عفريت جهد في البتاع، عفريت فرق جهد في الدايره بتاعتك. لو حاجة غريبة مثلا مصدر فرق جهد، فرق الجهد بتاعه بيزيد مع الزمن، تي تربيع زائد تي بيزيد كل شوية، حاجة غريبة، طول ما المفتاح بتاعك مفتوح مفيش جهد بصفر، أول ما تقفل المفتاح يبدأ يزيد مع الزمن زي ما هو عاوز، يبدأ يعمل اللي هو عاوزه بقى. المهم إن طول ما المفتاح بتاعك مفتوح مفيش جهد، أول ما تقفل المفتاح يبتدي يظهر. ده إيه بقى؟ دخلنا كده في السيركتس، ما علينا، مش عاوز أدخل في السيركتس ولا حاجة. ده تبسيط بس اليونت ستيب فانكشن. ايه اليونت ستيب فانكشن دي؟ انا لو عندي مثلا الداله دي واي بيساوي اكس تربيع،
دي دال واي بيساوي اكس تربيع. انا قابلت مشكله ومش عاوز اخد الداله دي كلها، امال عاوز ايه؟ انا عاوز بس الحته دي، عاوز من اول هنا لحد هنا، عاوز قبل ده اقفل الدايره، وبعد ده عاوز سوري قبل ده تكون الدايره بتاعتي مفتوحه لو بنشتغل هنا، يعني قبل الصفر مش عاوز داله، عاوزها بصفر، وبعد مثلا القيمه دي عاوز الداله بصفر برضه، مش عاوز لا ده ولا ده، عاوز بس الجزء ده. تمام، دي فايده اليونت ستيب فانكشن بتاعتي. طيب خلونا نفترض دلوقتي مثال بسيط على الموضوع ده، ازاي ايه كوبس ومش كوبس والكلام ده، وانو بيفتح ويقفل والكلام ده كله. خلونا مثلا نقول عندنا المشكله اللي عندي ان انا عاوز داله عامله زي كده، انا عاوز الداله دي اللي هي ايه، دي اللي هي الداله، لو ده مثلا نقطه 3، انا عاوز الداله واي بيساوي اكس ناقص 3 تربيع، بس مش عاوزها في الجزء ده، انا عاوزها الداله تبتدي عند التلاته وتبتدي تطلع معايا، قبل التلاته مش عاوز حاجه، مش عاوز ده، عاوز قبل التلاته بصفر. اعمل ايه بقى؟ كنا قبل كده بنعيد التعريف، بنقول له لما الاكس اقل من تلاته بيساوي صفر الداله بتاعتي بتساوي صفر، ولما الاكس اكبر من او بيساوي تلاته الداله بتاعتي بتساوي اكس ناقص تلاته كل تربيع. بس انا عاوزها دلوقتي من غير اعاده تعريف ومن غير سطرين ومن غير مش عارف، انا عاوزها في سطر واحد اكتبها بس باليونت ستيب فانكشن بتاعتي. طيب خلونا كده باختصار او بشكل بسيط اقصد، نقول مثلا المقادير. عندنا الداله واي بيساوي اكس ناقص 3 كل تربيع اللي هي الداله دي، عندنا النقطه 3، وعندنا يونت ستيب فانكشن يو اوف اكس ناقص 3. تمام، دي المقادير اللي عندنا، الداله دي اللي هي عباره عن كده صفر قبل التلاته، وعند التلاته بتطلع تنط عند الواحد، دي الداله بتاعتنا. طيب تعالوا كده بقى نشوف لو عملنا خليط ما بين الاتنين دول اللي يحصل لو ضربنا الدالتين دول في بعض. يعني ايه؟ يعني قلت لك ان خلينا نمشي حسب لابلاس المتغيرات بتاعت تي، والدالة اسمها اف اوف تي عشان ما نعملش لبخة، بس اف اوف تي بيساوي تي ناقص 3 كل تربيع، ودي يو اوف تي ناقص 3 اليونت ستيب بتاعتي. طب تفتكروا لو عملنا كده اف اوف تي مثلا بتساوي تي ناقص 3 كل تربيع في اليونت ستيب تي ناقص 3 لو ضربنا الدالتين دول في بعض، خلونا كده نشوف واحدة واحدة ايه اللي ممكن يحصل قبل ما تي تكون بتلاتة. يعني مثلا لو تي باتنين، لو تي دي تلاتة هنا، لو تي باتنين في الدالة دي، الدالة بصفر، الدالة هنا بقيمة بس دي بصفر، لو تي بواحد الدالة بصفر، الدالة دي بصفر، اقصد الدالة هنا ليها قيمة ماليش فيه، الدالة دي بصفر. اذا لما طول ما تي اقل من 3 ده بقى المفتاح بتاعي، طول ما تي اقل من 3 ده بصفر، اذا الداله بتاعتي كلها بصفر لان هم مضروبين في بعض. اول ما تي تعدي ال 3 يبدا المفتاح بتاعي يتقفل، يبدا الداله دي تساوي 1، فتبقى كانها محايد ضربي، كاني بدات احصل على الداله دي. اذا قبل تي ب 3 كانت الداله دي بصفر، اذا ده كله بصفر، الداله بتاعتي بصفر، اللي هو كده قبل التي بتلاتة ده بقى الاتنين، ده الدالتين اللي هرسمه، ده الدالتين مع بعض. قبل التي بتلاتة كنت لما اجي اعوض هنا في اليونت ستيب دي يعني يطلع لي صفر، لان يعني زي ما شرحنا اليونت ستيب قبل التلاتة اللي هتساوي صفر. اذا قبل التلاتة الاتنين مضروبين في بعض بصفر، بعد التلاتة اللي حصل المفتاح بتاعي اتقفل وبدأت قيمة دي تبقى بواحد، واحد ومضروب في الدالة بقى بتاعتي اللي هي تي ناقص 3 كل تربيع اللي هي الدالة دي بس من بعد التلاتة اللي هي المنظر ده. يبقى انا كده حصلت على الشكل اللي انا عاوزه او الموضوع اللي انا عاوزه من غير ما اعمل اعادة تعريف، عن طريق اليونت ستيب او عن طريق المفتاح بتاعي.
انا شغلت الداله عند التلاته، قبل التلاته انا فاتح المفتاح. تمام. طيب تمام قوي. اللي عملناه من شويه ان احنا الداله بتاعتي بدات اشغلها من نقطه معينه، قبل النقطه دي كانت بصفر. اللي عاوزه دلوقتي ايه؟ انا عاوز عند نقطه معينه بعد ما شغلت الداله اوقفها تاني وانزل للصفر تاني، زي المفتاح زي ما قلنا. عاوزين نشغل الداله عند نقطه معينه ونوقفها عند نقطه تانيه. وليكن لو الداله دي اف اوف تي بيساوي تي تربيع، انا عاوز ابدا الداله عند الواحد وانتهي عند الاثنين، ارجع تاني لصفر، يعني ده بصفر وده بصفر، وعاوز ده بس هو اللي معايا. طيب تمام قوي. خلونا نتامل في الشكل ده. تي تربيع في يو في تي ناقص واحد ناقص تي تربيع في يو اوف تي ناقص اتنين. تي تربيع في اليونت ستيب عند الواحد ناقص تي تربيع في يونت ستيب عند الاتنين. الزائد اللي هنا بيشغل الدالة عند الواحد، والناقص اللي هنا دون بيفصل الدالة عند الاتنين. هنشوف الوقت ازاي. ايه الدالة بتاعتنا دي من غير يونت ستيب ولا اي حاجة؟ دي الدالة الاصلية. تمام. طول ما التي بتاعتي اقل من الواحد، اليونت ستيب دي زي ما احنا عارفين، طول ما التي بتاعتي اقل من الواحد اليونت ستيب دي بصفر، يعني ده بصفر، الترم ده بصفر. طيب وطول ما التي اقل من واحد يعني اقل من اتنين، يعني ده كمان بصفر. اذا الداله بتاعتي اقل من الواحد بصفر دايما زي ما احنا عارفين قبل كده. طيب بعد التي ما كانت بواحد، عاوزك كده ايه، اعتبر نفسك مش شايف دلوقتي، اعتبر نفسك مش شايف الترم دلوقتي. بعد التي بواحد، اول ما عدينا الواحد اليونت ستيب دي بدأت تطلع للقيمة بتاعتها اللي هي واحد، بدأت تديني واحد. اذا الدالة بتاعتي بقت لو ده بواحد بقت تي تربيع، يعني بدأت تاخد المنظر ده بقى وتطلع للاخر. نيجي بقى الحتة اللي احنا عاوزينها، عاوزين نوقف الدالة عند الاتنين. ده ايه بقى؟ ده بيقولك ان انت تعالى نشوف عند الاثنين ايه اللي بيحصل، قبل الاثنين وبعد الواحد، يعني بعد الواحد ده بواحد وقبل الاثنين ده بصفر. اذا الداله بتاعتي تي تربيع، اذا من واحد لاثنين انت ماشي على تي تربيع مفيش مشاكل. طيب بعد الاثنين هتلاقي اليونت ستيب ده شغال معاك هنا، بعد الاثنين ده بواحد، واليونت ستيب عند الاثنين شغال برضه، بدأ يفتح او الدالة بتاعتك بدأت تشتغل معاك. اذا ده بواحد وده بواحد، اذا الدالة بتاعتك اصبحت تي تربيع ناقص تي تربيع اللي هي بتساوي صفر، نزلت تاني لصفر. اذا نزلت تاني كده، اذا ده اللي هو شغلت الدالة، كأني شغلت الدالة عند نقطة وقمت رايح طرح يونت ستيب عند نقطة تانية وقمت رايح منزل الدالة تاني لصفر. ده بقى اللي هو ايه؟ احنا كل اللي بنعمله في اليونت ستيب. لو قال لك مش عارف داله اف اوف تي وبتعمل لها اعاده مش عارف ومعمول لها كده، ووسط التعريفات اللي مكتوبه هنا مكتوب لك مثلا تي تربيع من التي اكبر من الواحد والتي اقل من اتنين، وسط الحاجات اللي مكتوبه هنا كنا بنعمل ايه بقى؟ القانون اللي احنا حافظينه اللي هو تي تربيع في يونت ستيب تي ناقص واحد ناقص يونت ستيب تي ناقص اتنين. ده اللي احنا شغالين بيه على طول، وهو ده هو ده. ده بيقول ان انت بتشغل الدالة بتاعتك عند الواحد وبترجع تفصلها عند الاتنين، سوري اتنين دي اتنين، وبترجع تفصلها عند الاتنين اللي هو ده تي تربيع في يو تي ناقص واحد، تي تربيع في يو تي ناقص ناقص تي تربيع في يو تي ناقص اتنين اللي هو ده. ده باختصار موضوع اليونت ستيب فانكشن. خلونا ناخد مثال سريع عشان نبقى انهينا الموضوع خالص. مثال يونت ستيب فانكشن
ده مثال عندنا اهو، عاوز ان انا اكتب الداله دي في الصيغه بتاعه اليونت ستيب فانكشن. الداله اللي هي اف اوف تي بتساوي تي تربيع لما تي اكبر من الصفر واصغر من 2، و3 لما تي اكبر من الصفر لما تي اكبر من 2. خلونا عشان نوضح نقسمها كده كروكي الاول. الداله دي عامله ازاي؟ الداله دي عامله كده، بتساوي تي تربيع لما تي اكبر من الصفر واقل من 2، يعني كده النقطه دي 2 النقطه دي 4، ما علينا نصاد. بعد الاثنين الداله بتساوي 3 كده لحد الاخر. طيب ايه اللي انا عاوزه بقى في الداله دي؟ بصيغه بقى المفاتيح اللي احنا قلناها والدوائر والسيركتس والكلام ده، كل اللي انا عاوزه ان انا افتح الداله تي تربيع هنا واقفلها هنا، وافتح الداله 3 هنا واقفلهاش، هي مكمله معايا للاخر. لو كانت نزلت كنت اقفلها عند قيمه، انما هي شغاله معايا ماشيه للنهايه. اذا ده باختصار اللي انا عاوز اعمل، انا عاوز افتح الداله دي هنا. ده اللي هو تي تربيع بشغلها عند اليونت ستيب عند الصفر. ده اللي هو بالمناسبه واحد هنشوف دلوقتي، وبفصلها عند اليونت ستيب 2. يعني بفصلها دي يعني بطرح تي تربيع بوقفها عند يونت ستيب 2، وبرجع اشغل الداله 3 عند 2، يعني بشغل الداله 3 بتاعتي عند يونت ستيب 2 تي ناقص 2. طب تعالى نتاكد كده، لما تي اقل من الصفر الداله بصفر، عشان ده بصفر وده كمان بصفر وده كمان بصفر. طب لما تي من صفر لاتنين، لما تي ماشيه من صفر لاتنين هتلاقي اليونت ستيب ده شغال، ده اليونت ستيب ده اللي هو ده اهو، هتلاقي ده فاتح معاك واحد واحد، يعني ده تي تربيع. طب ده بقول من صفر لاتنين ده لسه مش شغال، وده لسه مش شغال، دول بصفار. اذا الداله بتاعتك تي تربيع من صفر لاتنين. طيب تعالى عدي الاتنين، هات مثلا اربعه، حط التي باربعه، هتلاقي ده شغال عادي وده برضه شغال. لو دي أربعة مثلا، أو سوري دي الدالة اللي هي اتنين، وده كمان شغال. إذا كل دول هيطلعوا معاك بوحايد، لأن خلاص طالما عديت الاتنين هيبدأ كل المفاتيح بتاعتك تتقفل، أو يعني ده بالكلام اللي احنا قلناه. طيب يعني تي تربيع مضروبة في واحد، هي تي تربيع ناقص تي تربيع مضروبة في واحد، يعني ناقص تي تربيع، تي تربيع ناقص تي تربيع دول بصفر، يتبقى لك هنا التلاتة اللي هي الدالة دي. إذا ده باختصار اللي هو إيه بقى؟ لو الدالة اللي كنا شغالين عليها كده تي تربيع، لو تي أقل من اتنين لما تي أقل من اتنين ولما تي أكبر من الصفر، وتلاتة لما تي أكبر من اتنين. كنا بنقول على طول بقى عشان نجيبها على طول، يونت أو التي تربيع بفتح قوس كبير كده وبقول له بشغلها منين، اللي هي من يونت ستيب تي ناقص صفر اللي هي يونت ستيب تي، بالمناسبة دي بواحد. الدالة دي دايما بواحد، قبل الصفر مش معانا أصلا قبل الصفر بصفر، بس بعد الصفر اللي هو بنشتغل بيه بقى بواحد. إذا الدالة دي بواحد على طول، ما علينا. ناقص يو اوف تي ناقص اتنين زائد تلاتة، بفتح قوس يو اوف تي ناقص اتنين. ولو كنت هقفلها، لو مثلا لو دي كانت تي اكبر من اتنين واصغر من خمسة، كنت هقول له ناقص يو تي ناقص خمسة، عشان كنت هرجع اقفل الدالة دي او يعني افصل الدالة دي تاني عند النقطة خمسة. ده كان اليونت ستيب فانكشن.